بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. يا رب اجعلنا عن هذا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا رب لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. يا رب اجعل القران الكريم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا ومبلغ علمنا وجلاء همنا وهمنا وان تجعله زادتنا في الدنيا وفي الاخره يا كريم. ايها الاخوه الاكارم، مع القران الكريم يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن فيها البركة وتركها خسرة ولا يستطيعها البقرة أي السحرة. ويقول أيضا: اقرأوا سورة البقرة فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. صلاة وسلاما عليك يا طب القلوب وبلائها. أيها الإخوة الأكارم، الجالس معنا والمستمع إلينا في كل مكان يجب أن يقدم التحية العطرة المباركة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتحيتنا إليك يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. آيات بينات يتلوها علينا قارئ العالم الأول والقارئ المتقن أحكاما وإحكاما والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء. وما نرى معكم شفعاءكم
الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج
ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتم وما نرى معكم شفعاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون Oh,
ذلكم الله فأنى but
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو you
إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها وجنات
سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات
ولم تكن له صاحبة.
النصارى وهو اللطيف الخبير. لا تدركه وأبدعت فيما أحببت وقلت وقولك الحق كل شيء في الوجود له حق إن عن جمال القرآن ليس له حق. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام كنا نستمع إلى تلاوة مباركة من كتاب الله العزيز تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحاج أنور القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول الإسلامية والمقيم بالقاهرة. الإذاعة المحلية الإمارة الكهربائية الكبرى إدارة أولاد أمين المقيمين ببلدان. الفراشة الكبرى إدارة الأستاذ محمد رمضان المقيم بشبرا شهر. الخدمة الممتازة إدارة الأستاذ محمد فؤاد المقيم ببلدان. نستمع إلى كلمة وعظ من فضيلة الأستاذ المرسي رمضان المرسي فلا تفضل مشكور.